اي عقبات، ما تخافش لو لقيت في الطريق اي ظلام، كل ده ربنا هيزيله من طريقك وربنا هيسر لك الطريق طول ما انت نيتك لله سبحانه وتعالى خالصة. هنا جينا على بعد 500 كيلو من القاهرة علشان نصور لحضراتكم الواقع اللي احنا شايفينه دلوقتي. ايه الواقع اللي عندنا هنا؟ في عندنا تقريبا منطقة صحراوية زي ما انتم شايفين. المنطقة دي مفيش فيها مصدر من مصادر المياه. في قدامنا خزان كبير ما شاء الله. في قدامنا لو انتم شايفين خراطيم مياه مش عارف جاية معانا في الكاميرا ولا لا، نازلة في الخزان ده برضو. عايزين نعرف كل القصة دي، الخزان ده معمول ليه؟ خراطيم المية دي معمولة ليه؟ ليه مفيش حواليه بيوت آهلة بالسكان؟ ليه مؤسسة سقيا الماء اختارت انها تعمل الخزان ده هنا تحديدا؟ يلا بينا مع بعض كلنا نفهم تفاصيل القصة دي ونشوفها ونحاول نعرف حضراتكم ونعرف أكتر عن الموضوع ده ونعرف سقيا الماء عملت هنا الحاجات دي كلها تحديدا ليه؟ حضراتكم من شويه كده معلومتين بسرعه عن المكان اللي احنا فيه ده، وقلنا عايزين نعرف الدنيا فيها ايه وايه الحفر اللي قدامنا وايه الصحراء. فمعانا هنا النهارده الشيخ شاهين، هو احد ابناء المنطقه وهو ايضا المقاول اللي بينفذ الاعمال بتاع مؤسسه سقيا الماء. فاحنا عايزين نقعد كده نتكلم. ازيك يا مولانا الاول؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب. اهلا وسهلا. نقعد هنا بقى نتكلم عشان نحكي مع الناس ونشرح لهم الوضع بتاعنا ايه بالظبط. احنا بقى جايين لك من القاهره السفر ده كله عشان نفهم الدنيا اللي احنا فيها دي. جزاكم الله خير على زيارتكم الطيبه دي وتعبكم دوت ومجهودكم العالي ده. يا رب اللهم امين. اللهم امين. احكي لنا بقى حضرتك، انت هنا المقاول المسؤول عن اعمال مؤسسه سقيا الماء، صح كده؟ ان شاء الله. طيب يعني عايزين نفهم، انا شايف هنا في ورايا ما شاء الله خزان كبير، ايه الوضع ده؟ احكي لنا عنه. دوت خزان ميه عملناه بالحفار لان الارض كانت صعبه هنا شويه، فحفرناها. احيانا بنعمل ابار، فدوت خزان عملناه حفر بالحفار فحفرناه ومحرناه وهنصبه ان شاء الله خلال 10 ايام واسبوع يكون خلصان باذن الله. طب ليه هنا ما فيش مثلا، يعني ليه ما نعملش ابيار؟ ليه هنا عاملين خزان؟ لان الارض سديده شويه، الدير احيانا بيحتاج ارض سهله شويه الحفر فيها، احيانا بنلاقي صخره جامده جدا، ارض صخريه شديده. فدوت بيحتاج بقى هيلثي الحفار اللي هو الكبير اللي هو دوت هو اللي بيحفر، لكن صعب ان واحد يخطف ارض زي ديت. ايش؟ محتاجين الميه، والمكان دوت ميته حلوه، احيانا بتيجي المطر هنا الميه الارض نظيفه وما بتشربش الميه، فبتيجي ميه كثير بتروح هدر يعني. فبنستفاد منها بنعمل بير. عملنا بير كبير دوت نحتاجه للابار الثانيه، دوت حوالي 180 متر دوت عاوزينه للابار الثانيه، بناخد منه وبنحطه للبيوت، كل بيت 4 طن 5 طن، فده يعتبر مجمع. يعني بدل ما الناس تجيب فنطازات عربيات بفلوس، ايوه، فانتوا بتجمعوا الميه الحلوه هنا اللي في المطر. ده يشيل كم طن تقريبا؟ ده تقريبا 180 طن. اللهم صل على النبي. 180 طن. 180 خزان ده يا جماعه بيشيل 180 طن ميه من الميه اللي بتنزل في مواسم الشتاء والسيول، ميه المطر. نعم. طيب بتنزل الميه هنا بقى، انا شايف هنا في حوالي اراضي فاضيه كتير. نعم. يعني مين الناس اللي هتستفيد بالميه دي؟ الناس برضو بتسال السؤال ده كتير جدا. دول يستفادوا من الاهالي، كل بيت عنده بير صغير فبياخد النقله وبيحطها الخزان بتاعه الصغير، يعني صغير حوالي 30 متر، بياخد نقلتين ثلاثه وبيحطهم في الخزان عنده بيشرب منها هو والبهايم عنده وبتاع. ليه؟ لانه احيانا يكون عزبه بيوت جنب بعض، فما ينفعش هناك بقى ميه المطر تيجي فيه على طول، بس فنلاقي ميه المطر دي للشرب. يعني ده هنا بنوفر عليه المسافه بدل ما يروح المدينه. الله يسلمك. وبنوفر عليه الفلوس. فلوس ومسافه ونظافه الميه. طيب ما هي الميه بتنزل، انا شايف في تراب قدامي وارض. لا هي ميه سبحان الله، الميه هنا ميه المطر. الارض دي تنزل خاليه من المعادن. فبتنزل على الارض وبتاخد حديد وكالسيوم، سبحان الله رباني. وانتوا بتشربوها الميه دي هنا؟ الميه دي بتقعد في البير لمده 15 يوم 20 يوم بتصفى خالص، لا صافيه زيها زي الميه المعدنيه او ميه الشرب، نقيه وطعمها لذيذ جدا يعني ما شاء الله يعني.
ونظيفة جدا، حتى اتحللت في مراكز تعتبر أنظف من المية المعدنية ومية النيل. طب أنا شايف هنا في جنبي خراطيم مية، أنت سامع صوت المية؟ أنا شايفها أهي مية نازلة. لأن البير ده لما أنتوا عندكم هنا مية ليه بنعمل لا ديت لا غير صالحة للشرب، وحتى الزراعة إلا حاجات معينة في الزراعة. ليه بقى غير صالحة للشرب؟ ديت مية مالحة، مية جوفية، نحفر بير جوفي، البير دوت بالسوندة بنحفره. يعني دي مية جوفية. مية جوفية مالحة. مش طعمها وحش؟ مش حلو؟ لا مش حلوة. يعني أنا لو جيت أشرب منها ما طعمها وحش؟ لا أبدا، تجيب مرض. مش تجيب مرض؟ تجيب مرض ومالحة. أنا أستنى عايز أجربها أعرف إيه المية اللي تجيب مرض دي. تعالى نبص عليها كده. دي الصفحة. يعني دي طعمها مش حلو دي؟ لا شوفها دوا برضه حتى يا عم. لا ملح ديت ما بقى للزيتون بيستحمل ملوحه عاليه. الميه على فكره طعمها علقم، يعني طعمها فوق ما تتخيله، صعب جدا جدا جدا. ديت تحتاج نغسل بيها بس الخزان عشان مراره الاسمنت والحاجات. يعني انتوا دلوقتي معلش انا برضو عايز افهم والناس بتتفرج معانا عايزه تعرف، الميه دي انتوا فاتحينها في الخزان ليه؟ بتملوها ولا ايه بالظبط؟ لا احنا بنغسل بيها الخزان دوت عشان الاسمنت. يعني احنا محارين باسمنت ففي مراره، ما ينفعش المراره ديت في ميه المطر فتقعد تبقى مره، لكن احنا بنغسل عشان بيطلع ايه طعم الاسمنت اللي هو يبقى في الخرسان. طيب وبعد ما يتملي الخزان بالميه دي بتسحبوها ازاي بقى؟ بتسحبوها بالماتور. نرميها للزرع بره وتستنوا بقى لما تنزل الميه. لما المطر يبقى البير نظيف صالح للشرب. تمام نستفيد منه. احنا كده فهمنا كلنا مع بعض قصه الـ الخزان ده ايه؟ ده احد انجازات، خلينا اقول يعني احد الاعمال الجيده اللي عملتها مؤسسه سقيا الماء. احنا في شريان الخير جينا النهارده علشان نصورها ونوثق العمل ده، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله يكرمهم في المؤسسه ويخلصوا سقف البير زي ما الشيخ شاهين قال كمان 10 ايام، ونيجي نصوره تاني لحضراتكم وهو خلصان، وبعد كده نيجي نصوره في الشتاء وهو في ميه. انا يعني بشكرك جدا على كل المعلومات اللي انت عرفتها لنا دي. الله يبارك فيك. وان شاء الله باذن الله ربنا يسهل كده ونقدر ان احنا يكون في كمان اعمال افضل وافضل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا على فضل الماء في أحاديث كثيرة، ولما تسأل عن أفضل عمل الإنسان يعمله لحد ميت بعد ما لقي الله عايز يعمل له صدقة جارية قال له المال.